أهلا بكم في حلقة اليوم. نتناول القنابل التي فجرها في الجزائر أمس عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في هجومه الكاسح على الوزع النون، على الوزع حنون بالأحرى زعيمة حزب العمال بشكل خاص والمعارضة عموما. وقال سعداني إن الوزع حنون تتصرف بهستيريا كمن فقد صوابه بعد فقدان عرابها، في إشارة إلى قائد المخابرات المقال الجنرال توفيق. وذهب سعداني إلى القول أن حنون صنيعة الجنرال توفيق الذي منح حزبها مقرا للدياراس، وأن حنون لعبت دور المخبر والجاسوسة لدى الجنرال توفيق الذي كلفها في بداية التسعينات بالتقرب من الفيس، مثلما أرسلها إلى المشاركة في اجتماع سانتيجيديو بإيطاليا لنقل أخبار المعارضة التي اجتمعت هناك ممثلة في قيادة الفيس والأفلان والأففاس، كما ذكرها بسكوتها المشبوه عند اغتيال الرئيس الأسبق محمد بوضياف وسجن 4000 إطار دون مبرر وبدون محاكمة لست سنوات. بين عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني والأمين العام لحزب العمال الوزع حنون قصة كراهية غير مفهومة، حرب كلامية امتدت على أشهر. اشتدت المواجهة خلال هذه الأيام عقب مناقشة قانون المالي المثير للجدل، وهو قانون يدافع عنه حزب سعداني وينتقده حزب الوزع حنون، ويرى فيه مخططا لتفقير الجزائريين ومناورة للاستيلاء على ما تبقى من مؤسسات اقتصادية تابعة للدولة. سعداني رد على الوزع حنون بخطاب شعبوي عنيف ووصفها بالدجاجة التي تصيح ولا تبيض، وقال إن الجنرال توفيق القائد السابق للجهاز المخابرات هو من صنعها وهو من حرضها على إطلاق مبادرة لقاء الرئيس بوتفليقة للنيل منه. وذهب سعداني إلى أبعد من ذلك عندما نبش في ملفات قديمة وقال إن الوزع حنون كانت جاسوسة الجنرال توفيق ومبعوثته إلى مؤتمر سانتيجيديو الذي عقدته أحزاب المعارضة الجزائرية عام 95 بروما لتدارس الأزمة الجزائرية. كما هاجم سعداني حركة مجتمع السلم بسبب معارضتها قانون المالية، وقال إنه يستغرب من تصرفات هذا الحزب الذي تحول من المشاركة في الحكومة إلى المعارضة. كما هاجم أيضا تكتل الجزائر الخضراء المشكل من أحزاب معارضة، وقال إنه مثل الشجر الأخضر الذي لا يثمر. حزب الوزع حنون لم يتأخر في الرد على تصريحات سعداني النارية، وقال إن هذا الرجل فقد توازنه واتهمه بإرهاب نواب حزبه من أجل التصويت على قانون المالية لإرضاء أصحاب المال الذين أصبح ملجأ لهم. واتهم الحزب عمار سعداني باستغلال منصبه وتحقيق ثروة هائلة بالدينار والعملة الصعبة وشراء عقارات بداخل البلاد وخارجها، بعدما كان مجرد موظف بسيط في شركة نفطال الحكومية على حد وصف حزب العمال. اندلعت هذه الحرب الكلامية بسبب مناقشة قانون المالية الذي تسبب في تفجير صراع بين أحزاب الموالاة والمعارضة التي اعتبرت أن القانون محاولة لتجويع الشعب، في حين تتهم الموالاة أحزاب المعارضة بممارسة الكذب وتضليل الجزائريين. وقد تحولت جلسة التصويت على الموازنة إلى حلبة صراع استعملت فيها مختلف الوسائل من العنف اللفظي وصولا إلى الاشتباك بالأيدي، ويحذر خبراء من أن الزيادات التي أقرها قانون المالية الجديد في أسعار الوقود والرسوم قد تسبب سخطا في أوساط الجزائريين الذين تضررت أوضاعهم المعيشية فعلا. وخرج عمال مصنع رويبة للسيارات الصناعية إلى الشارع للمطالبة بأجورهم المتأخرة، واندلعت بينهم وبين الشرطة اشتباكات أدت إلى إصابة عدد منهم واعتقال آخرين. تقرير صابر أيوب. معنا بداية تناول الهاتف من الجزائر الأستاذ بوجمع غشير المحامي الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. أستاذ بوجمع غشير، أنت من الموقعين على ما سمي بمبادرة 19-4. الآن عمار سعداني يقول أنه هذا المسعى وعلى رأسه الوزع حنون جاء بتحريض من الجنرال توفيق، ما رده؟ أولا مساء الخير. مساء النور. أعتقد وأن سعداني لم يتخلص من ماضيه، لأنه هو ظهوره السياسي وكونه أصبح في مدينة الواد من الشخصيات كان بفعل الديارات، وبالتالي لا يعتقد بأن هناك في الجزائر من هم مستقلون عن الديارات ومستقلون على التيارات الأخرى وهم أحرار يمارسون مواطنتهم بكل حرية.
وبالتالي انطلاقا من مساره الشخصي يعتقد بأن أي شخص يتكلم في الجزائر فهو مدفوع من ديره. وطبعا هو الآن طيب، ولكن هل 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 لديك دلائل على هذا الكلام أستاذ بوجمع غشير أنه كان كلام فيما يخص ديارس؟ هناك عدة كتابات موجودة، طيب. مواضيع موجودة في صحف وفي مواقع وتحكي القصة الكاملة كيف كان في مدينة الواد وكيف تقرب من المسؤول المحلي في ديارس آنذاك وكيف تمكن من الحظوة والسلطة والجاه إلى آخره في مدينة. طيب هذه كتابات في الصحافة طبعا، قد يقول عمار سعداني طبعا بالمناسبة حاولنا الاتصال به للمشاركة معنا وأحد ممثليه ولكن لم نفلح، لم يكن هناك رد أساسا. قد يقول هذه روايات يعني، وبالعكس بعد ذلك قال أنه سبب إطاحته من البرلمان الإطاحة به من البرلمان كان بسبب الديارس كذلك. لا 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 لا، المهم ان الديارس اوصله الى 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 رئاسه البرلمان، ولما انحرف في خطه للديارس سحبه من 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 البرلمان. هذا ليس معناه بانه بريء من انه دعم من طرف الديارس، وبالتالي فان ان ولكن مره اخرى انت محامي استاذ بجمعه، هل هناك اثباتات على كلامك ام انه مثل ما تقول كلام يعني هذا في صحف كلام جرائد قد يقول عمار سعدان؟ لا مش كلام جرائد، هناك كتابات جاده، والدليل على ذلك ان السيد سعداني لما كان في واد سوف قام بالاعتداء على شخص وضربه وتم الحكم على سعداني بعام حبس نافذ، والحكم لم ينفذ ليومنا هذا. هذا موجود في ارشيف مجلس قضاء بسكرة. يعني وتفسر ذلك ان ذلك بسبب انه يحظى بدعم الدي ار اس في رايك؟ بالتاكيد بالتاكيد انه يحظى بقوه كبيره جدا على مستوى السلطه حتى استطاع ان يفلت من العقاب. وهو طيب. في نظر القانون فهو الو نعم نسمعك استاذ بوجمع. نعم قلت لك في نظر القانون فهو صاحب سوابق عدليه لان طيب. الحكم موجود في ولكن في المقابل بالنسبه له هو انه الويزه حنون من قادت هذه المبادره التي وقعت فيها استاذ بوجمع غشير هي التي صنعت المخابرات، اعطاها الدي ار اس، اعطاها جنرال توفيق مقر للحزب وارسلها جاسوسا للتجسس على في سانتي جيتو وعلى الفيس. لا ما يتعلق بالسيدة لويزا حنون، لويزا لها الإمكانيات للرد عليه، أما القول فهي التي حرزتنا. فأعتقد أنه يجانب الحقيقة. لماذا؟ لأنه المجموعة ليست فيها لويزا حنون فقط، هناك فيها شخصيات كبيرة جدا ولها ماضي كبير جدا وتاريخ طويل جدا. لا أعتقد بأن السيد سعداني يصل إلا واحد حتى في الألف من تضحيات بعض أعضاء المجموعة، وبالتالي بأن القول أن لويزا هي التي مثلا حرزت بوجمع غشير وهي التي حرزت السيدة بيطاط وهي سيدة السيد قروش وهي سيدة المجاهدين الآخرين، هو وصف هؤلاء كلهم بالمعارضة الموالية مع الرئيس. لكن لا لا لا, لا, لا أنا شخصيا لست معارض ولكن لست موالي. لا لست موالي ولست معارض، لأن المعارضة لأنه أعتقد لا يفرق بين معنى المعارضة. طيب ولكن ألا يقول كلام صراحة يعني خطير، يعني استعمل كل الأسلحة المباحة والغير المباحة فيما يخص لويزا حنون، يقول أنها لماذا صمتت عند اغتيال الرئيس بوضياف بكل ما لذلك من إحالات يعني، ولماذا لم ينطق هو ولم يعطينا بيان انه اصدره بعد اغتيال بوضياف. انا اعطيه بيان بان امضيت بيانات بعد اغتيال بوضياف، وبالتالي الامر لا يتعلق ولكن اعتقد بانه تصريحاتي هذه سوف تفتح ابواب اخرى للتشكيك في الكثير من المسائل التي لا اعتقد انه باستطاعته ان يسد ابوابها فيما بعد، لانه لما يلوم مثلا لويزا على عدم اتخاذ موقف في مقتل بوضياف معناها انه يوجه اغتيال بوضياف الى جهات معينه.
إلى جهات معينة، ولما يركز على مثلا على انتقاد الجنرال توفيق يعتقد بأن جنرال توفيق هو العدو اللدود للرئيس بوتفليقة، وبالتالي يريد التقرب من بوتفليقة من خلال انتقاده لتوفيق، في حين هو بالعكس هو يقول أن لويزا هي التي تريد الآن لقاء الرئيس. ماذا تفعل مع الرئيس وهي التي قالت بأنها التقت بالرئيس كم من مرة؟ فسر ذلك بأنها تريد لقاء الرئيس بتحريض من الجنرال توفيق. ألا تفسر هذا بأنه سب للرئيس؟ معنى هذا أن الرئيس غبي لهذه الدرجة، وبالتالي يستقبل لويزا حنون وهو يعرف بأنها مرسلة من طرف توفيق. يعني كل هذه أبواب جديدة فتحها سعداني على نفسه، لأنه الآن تقريبا يسب الرئيس لأنه يعتقد بأن الرئيس غبي، لا هو بالعكس يدافع عن الرئيس، وبالعكس لا يعتبر الآن محسوب على أنه الأكثر دفاعا على الرئيس. لا لا هذا ليس دفاعا عن الرئيس، الرئيس بوتفليقة أعتقد أنه من الذكاء والفطنة ما يفوق في فطنة وذكاء. طيب ولكن إذا كان ذلك لماذا لم يستقبلكم إذن؟ لا هذا ظرف آخر، هذا موضوع آخر وظرف آخر. طيب. لأنه الآن هناك حواجز بيننا، ليس بيننا فقط كنحن كأحضاء المجموعة، ولكن هناك حواجز ما بين الرئيس والمجتمع الجزائري. هذه الحواجز أنا عرضتها من قبل في عدة جرائد وربما حتى معكم. الحاجز الأول هو أمثال سعداني ويحيى وغيرهم. الحاجز الثاني هما أصحاب الأموال التي الآن تتقرب من السلطة، والحاجز الثالث هي البيروقراطية الموجودة على مستوى ديوان طيب. الرئيس. وبالتالي لماذا لم نستقبل الرئيس؟ هذا السؤال من المفروض يطرح على المقربين منه، ولكن سعداني يريد أن يفهم الناس بأنه قريب جدا من الرئيس. طيب ولكن ألا يؤكد بالعكس أنه سعداني برغم كل الانتقادات التي تعرضت له، أنت كنت تشير إلى الصحف، هناك صحف مثلا اليوم صحيفة بعينها لم تنقل ما قاله عن لويزا حنون، في مقابل تدافع بطريقة ما عن الجنرال توفيق، عن الجنرال حسان، عن لويزا حنون. يعني عمار سعداني ألم يظهر في النهاية أنه يعني برغم كل ما تعرض له من محاولات حتى النيل منه شخصيا من شخصيته أنه رجل سياسي فرض نفسه، هو الآن يقصف بالثقيل؟ لا أعتقد بأنه يقصف بالثقيل، لأنه أعتقد هذا يرجع للثقافة السياسية السائدة. هذه الثقافة التي يتبناها سعداني سوف تؤدي إلى خراب في السياسة في الجزائر بعدما أنها تعيش الخراب، لأنه بطريقته هذه لما يقول بأن الأمر يتعلق بتوفيق وينسى بأن التوفيق ليس شجرة منفردة في صحراء، بالتأكيد أن توفيق ترك بعض المتعاطفين ترك بعض إلى آخره، وبالتالي تصريحاته هذه والشحنة الحقد الكبير ضد توفيق من شأنه أن يؤدي إلى انقسام حتى داخل الجيش لو لم يكن بهذا الدعم، ألا تعتقد أنه يواصل هذا الهجوم على الجنرال توفيق بداية بذلك الهجوم الكاسح حول الفشل في موضوع تيغنتورين، مرة أخرى اغتيال بوضياف والعودة إليه الآن باستهداف لويزا حنون؟ اعتقد انه قد يكون مثلا عنده اتصالات بجهات معينه، ولكن انا متاكد وقد تحدثه في جريده الوطن بانه يثبت لي ولو مره واحده انه التقى الرئيس بوتفليقة. بالمناسبه على ذكر صحيفه الوطن، كيف تفسر انه كل صحف جزائريه تقريبا الا صحيفه الوطن لم تشير اليوم الى ما تصريحات سعداني فيما يخص جنرال توفيق ولويزا حنون؟ لا لست أدري لماذا، ولكن أعتقد بأن جريدة الوطن سوف تشير إلى ذلك. طيب. سوف تشير إلى ذلك إذا ربما لأسباب معينة لست أدري بالضبط، ولكن صحيفة الوطن من الصحف المحترمة التي تغطي كل الأمور بسرعة، يعني بسرعة طيب. عادية. يبقى معنا لو سمحت أستاذ أبو جمعة غشير، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الجزائر هابت حناشي مدير صحيفة الحياة. هابت حناشي، قراءتك تحليلك لأبعاد ودلالات هذا الهجوم الكاسح لعمار سعداني خاصة على لويزا حنون؟
يبدو اننا فقدنا هبه حناشي. اعود اليك استاذ ابو جمعه غشير، يعني تقول الوطن انه طبعا صحيفه من اكبر الصحف، اول صحيفه مستقله في الجزائر، ولكن قد المتابع فعلا انه بعدم تغطيه ما قاله عمار سعداني وبالحديث مره اخرى عن الويزا حنون، عن الجنرال حسن يوميا مثلا، عن الجنرال توفيق في ما اعتبر حتى بورتريهات ملمعه له، هذا ربما وصحافه اخرى دليل على حرب اجنحه وتصريحات سعداني رد من جناح ربما هو الان الجناح الاقوى مع اقاله توفيق. قد يكون ذلك، ولكن انا شخصيا لست ادري ان كانت الامر يتعلق بصراع اجنحه ام لا، ولكن الواقع الذي اؤكده بان سعداني ولن يكون اطلاقا من المقربين للرئيس لسبب بسيط، وانه حتى ما نعرفه وما يعرفه الكل الكثير من الناس على الرئيس بوتفليقه ليس هناك ما يجمعه لا ثقافيا ولا فكريا طيب. ولا سياسيا مع سعداني. طيب في المقابل الواقع يقول شيء اخر، رئيس بوتفليقه الرئيس الشرفي للفلان عمار سعداني الامين العام لحزب جبهه التحرير الوطني. ابقى معنا استاذ جمعة غشير لو سمحت. هابت حناشي عاد الينا. هابت حناشي، قراءتك لهذا الهجوم الكاسح بكل الاسلحه المباحه والغير المباحه لعمار سعداني على الويزا حنون، والذهاب الى القول حتى يعني انها تشبه الدجاجه التي لا تبيض. شكرا، مساء الخير استاذ جمال، مساء الخير لكل ضيوفك الكرام. اولا انا اريد في البدايه ان اعبر عن رؤيتي السلبيه لمثل هذه التصريحات، سواء من السيد عمار سعداني نحو السيده الويزا حنون او من السيد تعزيت نحو السيد عمار سعداني، لانه مستوى هذا النقاش يعني انخفض الى درجه كبيره، وبكل صراحه لا ارى ان مستوى هذا النقاش يليق برجال السياسه في الجزائر. ولو قارنا النقاش السياسي بين القاده السياسيين في الجزائر بما يجري في دول العالم لا اصبنا بالخجل يعني مما يجري. وبكل صراحه يعني لا ادري لماذا يقحم السيد سعداني كلام جارح وبائس ومقرف ومثير يعني للحزن عن السيده الويزا حنون، خاصه الامور الشخصيه. ماذا يعني انها دجاجه لا تبيض، او انها امراه لا تلد، او لا تقول بسم الله؟ يعني اعتقد انه مثل هذا السلوك او هذه الممارسه لا تليق. وايضا اريد ان اسجل مثلا يعني نقطه سلبيه جدا في تصريح سيد تعجبت من حزب العمال لما يقول انه سعداني كان بومبيست يعني كان عامل في شركه نفطال، من حقه ان يطرح اسئله عن حصوله على المال او ثرائه او نفوذه السياسي، لكن لا يمكن الاساءه الى وظيفه من الوظائف او مهمه من المهام. يجب ان نرفع النقاش الى مستوى سياسي كبير، وللاسف هذا غير موجود. هذا اولا. بما يخص الجدل الحاصل الان، اعتقد انه يدخل مباشره في اطار التحضير للمواعيد الانتخابيه القادمه. هناك قلق وهناك حراك في الساحه السياسيه، وفي رايي كل متعلق بما سيجري. سيده الويزا حنون ترى ان رجال المال مسكوا بمفاصل الدوله وهم يؤثرون عن طريق جناحهم السياسي اللي هو السيد سعداني واذرع اخرى، في حين يرى السيد سعداني انه السيده الويزا حنون ومعها المعارضه، سواء المعارضه الرسميه او في وسائل الاعلام او ما يعتقد انه معارضه خفيه هي التي تعرقل برنامج الرئيس وتحاول ان تؤثر على المسار السياسي وعلى ما يسميه هو بالاستقرار. هناك اعتقد انه حرب احيانا صامته واحيانا متفجره بين رجال السياسه، واذا تم هذا الصراع بهذا الشكل فاظن انه ستحدث مشاكل كبيره في البلاد في المستقبل القريب. طيب هل فعلا ترى انه هناك صراع اجنحه، انه ربما بتصريحات سعداني المتكرره خاصه عن جنرال توفيق ربما دلاله على قوه جناح بعينه يدعم عمار سعداني؟ لو لم يكن له دعم خاصه في المؤسسه العسكريه ما كان ليصرح هكذا فيما يخص جنرال، يعني بثقل الجنرال توفيق، ليس كذلك؟
انا في رايي هناك شقين لاجيب على هذا السؤال. اولا في رايي لم يكن هناك يعني صراع مشتعل بين الرئاسه والمخابرات، هذا ما زلت قلت هذا وما زلت اراه حتى الان. يعني هناك اكيد كان سوء تفاهم ممكن بين السلطة السياسية والمخابرات، ولكن لم يكن هناك صراع. الجنرال توفيق حسب ظني لم يكن، حسب بعض المعلومات أيضا التي شربت، لم يكن معارضا للرئيس بوتفليقة أو لوصوله إلى السلطة، والشواهد موجودة. ولكن في نهاية المطاف قرر الرئيس وهو المسؤول الأول أن يقيل مدير مخابرات، وقد أقاله بقرار هو سيد فيه. وهل الآن جنرال توفيق يحرك المعارضة؟ أنا لا أعرف، ليست في معلومات، ولكنني لا أظن أن السيدة لويزة حنون تتحرك باسم التوفيق. ممكن هي تدافع عن الجنرال توفيق، هذا واضح أنها تدافع عنهم، وهي تدافع عن الجنرال حسن، هي تدافع عن بعض ضباط الجيش، ولها أسبابها ولها رؤيتها. بحسب معلوماتك ما صحت هذا الخبر الذي يقوله؟ هذه معلومة أنه مقر حزب العمال أعطاه جنرال توفيق وتابع الدراسة أعطاه الحزب العمال. شوف، أعتقد أن هناك مغالطة. يعني كل مقرات تاع الأحزاب السياسية أو معظمها كانت تابعة لأملاك الدولة، سواء لرئاسة الدولة أو لجهات المخابرات. ليس فقط حزب العمال، الـRCD ملك من أملاك الدولة، الـFFS ملك من أملاك الدولة، كل الأحزاب الموجودة في الساحة أو مقراتها كانت تابعة سواء للمخابرات أو للرئاسة، وفي إطار الانفتاح تم تسليم هذه المقرات. إذن أظن لا يمكن جزافا أو ظلما أن نتهم السيدة لويزة حنون أو الأساس أو أي حزب آخر من هذا المنطلق. دعني أكمل إجابتي عن الشطر الأول. بالنسبة لسعيداني، من المؤكد أن سعيداني أصبح يمثل حسب رأيي الذراع السياسية للنظام، وهناك من يمثل أذرع أخرى اقتصادية وغير اقتصادية للنظام، وأصبح هو تقريبا يتحدث باسم رئاسة الجمهورية وباسم الحكومة، لأنه الآن حكومة تابعة لجبهة التحرير الوطني. وأصبح واضحا لأن السيد سعيداني رجل قوي وأصبح يقرر في البلاد، ويمكن وبدون مبالغة نقول أنه أذنه أصبحت في فم صانع القرار، مهما كان صانع القرار في الجزائر، لأنه يتحدث بصفته مسؤولا. يعني أنت ترى عكس ما قاله الأستاذ أبو جمعة غشير بأنه يعني لا علاقة للجنرال توفيق بالرئيس بوتفليقة، يعني بالعكس. نعم، أنا لا أسمع جيدا أستاذ أبو جمعة غشير كان يقول أنه يعني سعداني لا يعبر عن الرئيس بوتفليقة ولا عن محيط الرئيس بوتفليقة. لا أظن أنه سعداني يعبر عن موقف الرئيس وعن السلطة الموجودة الآن، بدليل أنه كثير من الآن أصبحت الحكومة تابعة لجبهة التحرير الوطني، أصبح الآن يتخذ قرارات مستقلة، يقول مثلا أنه مرشح الانتخابات الرئاسية سيكون مرشح الأفلان، لسنا في حاجة إلى التحالفات أو إلى التجمعات أو إلى المجموعات. بدأ يستقطب بعض الأحزاب والشخصيات بدون أن يستقطب الأحزاب الكبرى، يريد أن يتقدم بمرشحه في الانتخابات المواعيد. وهنا هنا 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 يقفز السؤال، طبعا من يعارضونه في الأفلان وحاولوا الانقلاب عليه، وقال أنها يعني الكثير من الذين حاولوا الانقلاب عليه في الأفلان واتهمهم واتهموا أنصار مرة أخرى بأنه من يحركهم كذلك مرة أخرى جنرال توفيق، يقولون أنه هذا يعبر عن طموحات رئاسية لعمار سعداني، يريد أن يترجح باسم الأفلان أن يكون رئيسا للجزائر. هو أنا طبعا لا، هو لم هو قال في تصريحات متعددة أنه لا يطمح، وأنا لا أعرف، أنا ليست لدي معلومات، ولكن حسب وجهة نظري كل شيء ممكن. يعني ممكن في المواعيد القادمة في 2019 ممكن يكون سعداني مرشح، ممكن سعداني لا يترشح ويرشح شخص آخر يقوم بالعمل لتحضير الجو له، من يكون هذا الشخص أنا لا أعرف. ولكن من الواضح أن بعض المعطيات في النقاش السياسي تقول أنه يمكن جدا لجبهة التحرير الوطني أن ترشح مرشحة في الانتخابات الرئاسية، عكس ما تم في المواعيد السابقة لما كانت بعض الأحزاب 3 أو 4 أو 5 هي من ترشح مجتمعة مرشح النظام. طيب ابقى معنا أستاذ هابت حناش، ينضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر عماد بوبكير الإعلامي. عماد، اليوم بعد المظاهرات أمس واحتجاجات عمال
الرويبة لسانفيي، اليوم عمال النقل الحضري في العاصمة أيضا أوقفوا العمل. طبعا الحديث عن احتجاجات عن الخوف من تخصيص خصخصة الشركة، وطبعا يعني في المقابل إشاعات وحتى نظريات مؤامرة تقول أنه هذا ليس بريئا، هذه الاضطرابات أمس في رويبة واليوم في العاصمة، هناك ربما مرة أخرى أيادي، قد يقول عمار سعداني أيادي الجنرال توفيق والمحسوبون على النقابات والويزة حنون، أحد النقابيين والنائب عن الويزة حنون كان حاضرا بقوة في التصريحات أمس في رويبة. ما رأيك؟ ما صحة هذا الكلام وأصداؤه هناك؟ السلام عليكم. أولا أخي عماد بوبكري وليس عماد بوبكير. مرحبا بك عماد بوبكري، ومعذرة على الخطأ. عفوا عفوا العفو. الأخ الكريم، فيما يخص الاحتجاجات البارحة واليوم، بعيدا عن النقاشات العقيمة وبعيدا عن الجرعات السياسية الزائدة، البارحة فيما يخص مصنع سوناكوم للعربات الصناعية، عمال المصنع خرجوا للشارع لأنه أجورهم لم يتم صرفها في الموعد المحدد، كما والمشكل كان قائما من الشهر الذي سبقه، يعني في شهر أكتوبر. بعد ذلك نفس المشكل داروا يوم 19 نوفمبر، داروا جمعية العامة مع السي دي جي سوناكوم، اتفقوا وبعدنا عادوا طاحوا في نفس المشكل. المشكل المطروح أنه بعد ذلك لما احتجوا خرجوا للشارع كانت هناك يعني قمع عنيف للنقابيين والعمال، أدى إلى العديد من الجرحى والعديد من الاعتقالات، حيث تم إطلاق سراحهم مساء. هذه من ناحية، ولكن بعد ذلك فيما يخص هناك القراءات السياسية وهناك التأويلات السياسية. القراءة طبعا التخوف ليس فقط على مستوى سوناكوم أو على مستوى شركة النقل الحضري للجزائر العاصمة فيما يخص الشركات العمومية، ولكن هذه مخاوف منذ عدة سنوات. في اليوم المخاوف زادت بسبب حدة الأزمة، بسبب ما يسمع وما يقال وما يسوق على أنه هناك يعني بعد قانون المالية يعني. ولكن هل هذا الموضوع كلام وجود المالية؟ ولكن نعم. ولكن هل نغلق من المجال للصدفة؟ اليوم العمال نقابة عمال النقل الحضاري يوم الخميس الفارط كانوا هذو مجموعة من العمال 28 عامل، تم توقيفهم عن العمل، فيهم من عنده 7 شهور، فيهم من عنده شهرين. الخميس الماضي كانت هناك كيف يسمى، كانت هناك جوجمون، كان هناك نطق بالحكم من طرف المحكمة الاستعجالية، قال لهم يجب إخلاء المبنى وتبدأ العمل. الشركة ليس لديها مدير عام، هم يطالبوا باش يكون هناك مدير عام حتى تصبح الشركة تمشي أفضل فيما يخص التنسيق إلى غير ذلك. طبعا هناك تخوف، طبعا هناك من يقول أن هناك محاولة لخصخصة المؤسسات العمومية إلى غير ذلك، وبالمقابل هناك تصريحات من الحكومة اللي تقول أنه المؤسسات العمومية خط أحمر. السؤال المطروح يتمثل في لماذا المؤسسات العمومية هي فقط التي تعاني من هذه المشاكل؟ لماذا كلما تكون هناك أزمة اقتصادية أو أزمة مالية يتذكر المسؤولين أن هناك عمال في الشركات العمومية، هناك عمال بالزيادة. لماذا اليوم وزير التجارة أو وزير التجارة أو وزير العمل عفوا وزير العمل يقول حسب بعض الصحافة أنه
هناك مليون عامل في الإدارة الجزائرية كزائد يعني على يفوق طاقة الإدارة. هناك يعني هناك ضبابية كبيرة. طيب يعني انت تستبعد يعني هذه نظريات مؤامرة كلها مطالب يعني نقابية مشروعة لا علاقة لها ب صراع أجنحة وربما استغلالها. وحتى الأمس صحيفة جزائرية موقع جزائري كان يتحدث حتى عن أجواء 5 أكتوبر طبعا التي سبقت 5 أكتوبر كانت احتجاجات عمالية في نفس المنطقة في رويبة كذلك. هناك تهويل إعلامي ولكن رويبة في أكتوبر الماضي قاموا بنفس الاحتجاج يعني. شكرا جزيلا لك عماد أبو بكري الإعلامي كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. عود لك أستاذ مجمع غشير ما رأيك في هذا كذلك في ما يطرح من هذا الموضوع نظرية المؤامرة ويد صراع الأجنحة وفي موضوع الاحتجاجات العمال؟ فيما يخص الاحتجاجات إذا رجعنا للسنوات الماضية بحيث أننا في كل سنة نجد آلاف أو عشرات الآلاف من الاحتجاجات في كل سنة. في سنة 2011 في شهر 1 السلطة أرادت أن تفسر الاحتجاجات التي جرت في إطار الربيع العربي على أنها احتجاجات سكر وزيت واستغلت كل الوسائل بما في ذلك البرلمان وأنشأت لجنة للتحقيق وهذه اللجنة وصلت لنتيجة وأنما ظهور خروج الشباب الجزائري في شهر 1/2011 كان بسبب السكر والزيت وقامت السلطة بشراء السلم الاجتماعي بمبالغ كبيرة جدا 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 ولكن الآن أعتقد السنوات الماضية عرفت الاحتجاجات في ظل البحبوحة المالية حيث السلطة يمكنها شراء السلم الاجتماعي بزيادة في الأجور وبمنح بعض القروض والعفو من بعض الديون إلى آخره ولكن الآن أعتقد بأنها وصلت إلى طريق مسدود وبالتالي من الصعب جدا أنها تشتري السلم الاجتماعي عن طريق رشوة المجتمع أو عن طريق المال وبالتالي هي الآن مطالبة بإيجاد ميكانيزمات وصيغ جديدة لتسيير الأزمة في الجزائر ومن بين الميكانيزمات التي يجب أن تجدها هو التخلص من أمثال سعداني ويحيى وغيرهم من الأحزاب السياسية. ولافت على ذكر ويحيى وسعداني لافت أنه سعداني كذلك عندما يقول الوزع لنا لم تحتجي على حملة الأيادي النظيفة وسجن 4000 إطار حينها بدون محاكمة لسنوات أنه يقصد ربما يلمح واضح أنه يستهدف ويحيى آنذاك هو الذي قاد هذه العملية ولكن هو شريكه في الحكومة ويريده أن يتضامن معه. نحن لا ندخل في مثل هذه الأمور لأنه المشكلة أن سعداني يدافع على شكيب خليل يعني ضد رغبة المجتمع يعني وضد رغبة العدالة هو بالعكس ويقول شكيب يتهم الويزة بأنه وراء أزمة الجزائر النفطية بين قوسين أنه الإنتاج تراجع 50% بسبب عدم وجود شكيب خليل. يا سيدي الويزة ما هيش يا النائب العام تاع الجزائر العاصمة. النائب العام تاع الجزائر العاصمة هو اللي أصدر الأمر بالقبض عن طريق سيد قاضي التحقيق والويزة هي التي تحرك الدعوة. قاضي التحقيق لما يصدر أمر بالقبض معناها عنده ملف وأنه مقتنع بمحتوى الملف وأعتقد بأن المشكل تاع شكيب فوصلت من قبل لأنه السيد سعداني هدد السيد شرفي وزير العدل بالقول بصراحة وهذا شيء مكتوب ومصرح به من طرف السيد وزير العدل قال له إذا أردت الاحتفاظ بمنصبك يجب أن تخرج شكيب خليل من الملف كشعرة من العجين. هذا موجود وموثق وبالتالي فأن المتابعة طيب ولكن في المقابل أيضا في رواية أخرى أنه من حرك من طلب تحريك القضية ضد شكيب خليل الدي ار اس. لا يا سيدي الدي ار اس او غير الدي ار اس المهم ان السيد القاضي التحقيق ولا اعتقد انه عضو في الدي ار اس وصلوا ملف واقتنع بالاتهام الموجه لشكيب خليل وبالتالي اصدر امر بالقبض عليه بصرف النظر
الدي ار اس عنده الضبطيه القضائيه بنفس مستوى الدرك وبنفس مستوى الشرطه. لماذا لما مثلا يتابع فلان من الناس من طرف الدي ار اس ويقدم العداله الدي ار اس يعني صادقه، ولما يتابع شاكيب خليل من طرف الدي ار اس تصبح ظالمه؟ هذا غير معقول وغير منطقي. يجب ان ننظر للملف في محتواه، هل محتوى الملف فيه اتهام ام لا؟ السيد قاضي التحقيق لا اعتقد انه مجنون يصدر امر بالقبض دون وجود اعباء كافيه ضد الشخص الذي امر ضده بالقبض. وبالتالي فان القول بان شكيب خليل بريء قول مسبوق، لانه القضاء لم يفصل بعد وهناك متابعه، وكان على شكيب خليل اذا كان حقيقه بريئا ان يمتثل للعداله ويتقدم حتى من تلقاء نفسه ويحقق في قضيته، واذا كان بريء فليكن بريء. اما ان يفتح الملف ثم يغلق عن طريق الضغط وعن طريق القمع فهذا غير مقبول اطلاقا. طيب ابقى معنا استاذ بجمعة غشير. عود الى هبت حناشي مدير جريده الحياه. يبدو اننا فقدنا هبت حناشي، كنت اريد ان اساله عن صحيفة الحياة أمس تقول أنه انباع المتابعة خالد نزار أمام القضاء، وهل خرق نزار وحنون وبن فليس قانون العقوبات بسبب التعليق على الحكم ضد الجنرال حسين ربما حسن بالأحرى، ربما سيحاول الزملاء العودة إليها، وسيعود ربما الأستاذ بجمعة غشير كقانوني أيضا يعطينا رأيه في هذا الموضوع. تنضم إلينا قبل ذلك عبر الهاتف من الجزائر زبيدة عسول الأستاذة القانونية رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي. أستاذة زبيدة عسول، ما رأيك في تصريحات سعداني؟ يعني خصص طبعا الهجوم الأكبر على لويزا حنون، ولكن لم يستثني المعارضة تنسيقية الانتقال الديمقراطي، وأنت من هذه المعارضة، واستهدف مثلا سفيان جلالي، قال من هو سفيان جلالي؟ حمص و رئيسها كذلك مقري قال هؤلاء كانوا معنا في الحكم في الائتلاف الرئاسي ويتحملون ما ينتقدونه. ما ردك؟ ما رأيك؟ مساء الخير. مساء النور. أولا أنا متأسف، نظن باللي مشاكل الجزائر في هذا الوقت أكبر وأعمق من هذا الصراعات الشخصية بين قادة الأحزاب السياسية، لكن أنا نقول من جهة أخرى باللي هذا مظهر مخزي للطبقة السياسية، وخاصة لما يكون صراع شخصي يتحول بدل ما يكون صراع على الرؤى الاقتصادية ورؤى حول إخراج البلاد من الأزمة، تصبح صراعات شخصية وتتوجه حتى إلى يعني مسائل غير أخلاقية اللي تمس الإنسان في شخصيته ولا في مواقفه، ولا خاصة ضد رئيس حزب العمال. هذه تعتبر فلا ميزوجيني، يعني ما لو كان ينتقد المواقف السياسية هذا مش مشكل، يعني الاختلاف في الآراء السياسية وفي الرؤى هذه مسألة بالعكس محببة، هذه هي الديمقراطية. ولكن ليس قبل عمار سعداني كذلك، كيف يمكننا أن نصف تصريحات سعداني ميزوجيني؟ كيف يمكننا أن نصف تصريحات لويزا حنون؟ اتهمت سعداني بأنه في تصريح تلفزيوني موثق سرق الفريجيدارات. دروك هذا هو، تعرف انا الشيء اللي يأسفني ويحزنني على بلادي اليوم في هذا الظرف بالذات هو انه الطبقه السياسيه اليوم بهذا الصراعات هذه، واش هي الرساله اللي باغيه تمدها للمجتمع الجزائري للمواطن الجزائري وخاصه للشبان؟ حنا كطبقه سياسيه رانا نعاني ونقولوا باللي المجتمع الجزائري راه فقد الثقه في السياسيين وفي السياسه، وراهو مطلق السياسه طلاق بائن بينونه كبرى. لما يشوفوا اليوم هذا المواطن هذا يشوف هذا النوع من الصراعات وهذا المستوى اللي فريمون نزل الى مستويات مش مقبوله اطلاقا، ما يقبلها لا المنطق ولا العقل ولا الاخلاق ولا القيم تاعنا كمجتمع، يعني هذا انا بالنسبه لي راهي رساله خطيره جدا قاعدين يبعثوا فيها بعض القاده السياسيين مع الاسف الى المجتمع والى الشباب الجزائري، اللي رانا نتمناو احنا باش يعاود يرجع للسياسه وباش يعاود يفيق في السياسه. لكن من جهه اخرى انا نقول ربما هذه الصراعات ربما راهي جعلت
باش المواطن الجزائري تقريبا نديروا له كل لهيوه بهذا الصراعات الهامشيه والبيزنطيه والنقاشات اللي ما عندها مانا لا تغني ولا تسمن من جوع، باش ما يهتمش بالمشاكل الحقيقيه تاع المجتمع. اليوم الجزائر تعاني من ازمات متعدده، ازمه سياسيه، ازمه اقتصاديه حاده، ربما الاشهر اللي تجي في المستقبل راح تكون اكثر حده، ازمه تاع تنميه، ازمه تاع 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 بيروقراطيه حاده، ازمه تاع مؤسسات. واليوم رانا نحاولوا نلهيو الشعب في هذه الصراعات وهذه المسائل الهامشيه، هذا شيء يؤسف له وما يشرف حتى انسان، يشرف الناس اللي راهم في هذه الصراعات واللي يشرف الطبقه السياسيه واللي يشرف المجتمع الجزائري. طيب هل هذا تعبير عن ازمه فعلا ام يعني هل يخيفك هذا الوضع هكذا، هذه الصراعات على العلن، هو صراع اجنحه فعلا ام تعبير عن يعني تخبط سياسي، عن ازمه سياسيه، عن انسداد سياسي؟ شوف هذه انا اعتبرها شخصيا انتكاسه سياسيه. لماذا؟ لانه المفروض بعد منهار دخلت التعدديه في الجزائر، بعد اكثر من 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 29 سنه من التعدديه، من تعديل الدستور تاع 89، المفروض اليوم ان الجزائر تكون وصلت الى نقله نوعيه في الممارسه السياسيه وفي الطروحات السياسيه وفي مستوى الطبقات السياسيه. المفروض اليوم الطبقه السياسيه تتلاقى ولا تتناقش ولا حتى تتعارض حول الرؤى وحول البرامج وحول المقترحات، كيفاش نقدموا مقترحات المجتمع الجزائري اللي راهو ينتظر من الطبقه السياسيه الشيء اللي يفيدوا اللي يخرجوا من هذا النكفه هذه الاقتصاديه. طيب. وهذا ولكن في المقابل عمار سعداني كان يقول بانه انكم في المعارضه تطمعون الى الرئاسه فقط، تطمعون الى الكرسي فقط، يعني ليس لكم ما تقدمون. يعني هذا كلام فارغ. شوف يا هل ترى، انا نسال هذا الانسان اللي راك تتكلم عليه، انا نسال نقول له برك انت وش هو برنامجك؟ انتم من اللي جيتوا دفع لحتى هو يقول انا راني نطبق وندعم في برنامج رئيس الجمهوريه؟ ما عندوش حتى برنامج لفلان لحد الان، ما عنده برنامج. عمرنا ما عرفنا رؤيه لفلان للجزائر في 50 سنة المقبلة، ما عنده لا رؤية لا حول الاقتصاد ولا حول السياسة ولا حول المدرسة ولا حول الاستقلالية السلطة القضائية ولا حول بناء المؤسساتي. إذا كيفاش هذا برك يحكم على الناس؟ الآن من السهل أن تحكم تصدر أحكام مسبقة على طبقة سياسية. الآن لو كان يجي في النقاش الموضوعي والطروحات بالأدلة والبراهين والحجج تشوف. سيدة زبيدة عسول، يبدو أننا فقدنا سيدة زبيدة عسول الأستاذة القانونية رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، نشكرها جزيل الشكر ونلقاها في فرص أخرى. عاد إلينا هابت حناشي أمس في صحيفة الحياة عنوان عريض أنباء عن متابعة خالد نزار أمام القضاء، هل خرق نزار حنون وبن فليس قانون العقوبات؟ بالتعليق على ضد الجنرال حسام العكس، ربما اليوم كأنه يرد على هذا العنوان في موقع يقال أنه مقرب منه إن لم يكن تابع لعائلته ألجيري باتريوتيك، يشدد بيرسيستيسين مرة أخرى ويعتبر الحكم على الجنرال حسان جريمة قضائية. شكرا. فعلا نحن نشرنا في عدد أمس من الحياة خبرا غير مؤكد ولكنه يتم تداوله حول قرارية متابعة الجنرال نزار أمام القضاء. لماذا؟ لأنه حسب ما دار في مديرية العدالة العسكرية أنه نزار قام بخرق المادة 144 و147 من قانون العقوبات لما علق على حكم صادر عن المحكمة و انتقص من شأن الحكم ووصفه بالجريمة. أنا تحدثت أمس مع السيد خالد نزار وقال بأنه تم أو لم يتم فهم تصريحه كما يجب، واليوم بالفعل أصدر تصريحا نشره موقع ألجيري باتريوتيك وتنشره الصحف غدا ومن بينها جريدة الحياة، يشرح فيه موقفه من هذه القضية. لكن
يعني بحسب اسئله وجهتها الجريده الى بعض الحقوقيين وبعضهم من انصار السيد نزار وبعضهم من خصوم السيد نزار وايضا محامون او حقوقيون محايدون لمحوا او غالبيتهم الى ان التعليق على الاحكام لا يجوز. لماذا؟ لانه طرق انتقاد الحكم تتم عبر اتباع المراحل القضائيه وهي الطعن او الاستئناف لدى المجالس القضائيه او المحكمه العليا، والحكم الصادر في حق الجنرال حسان لم يكن ليس نهائيا. طبعا انا لست هنا بسبب تقييم الحكم هل ظالم او مظلوم او لا، هذا من اختصاص العداله. فقط المطلوب ان يقوم القضاء بتطبيق القانون وان لا يتم التعسف في تطبيق القانون. وبالمناسبه علمت الان، ولكن لا داعي لهذا الخبر لانه الحياه ستنشره غدا. على كل حال اعطينا الاكسكلوزيفيتي قبل ما علمت ماذا. يمكنك ان تطلع على حياه الليله على موقع الانترنت وتتحصل على معلومه حصريه وجيده مهمة يعني حضاريا. على كل حال حسب كل الخبراء أنه تعقيب على الأحكام الصادرة عن القضاء يعاقب عليها القانون، وهناك مادة صريحة نشرناها نحن أمس، مادة 144 مسنودة بالمادة 147. يعني هلا فمن كلامك أنه الأمور ستتطور، هذا المسلسل متابعة قد ينتقل حتى إلى الجنرال خالد نزار؟ لا، هناك انا تحدثت مع السيد جنرال خالد نزار، لا يوجد شيء رسمي، ولكن هناك الفكره طرحت حسب معلوماتنا. يعني هل هذا رد من الجناح الاخر الذي يتهم بانه الوزع انه قالت ان بوفوار باراليل، يعني نظام موازي هو الذي فرض املى الحكم على الجنرال حسان؟ وطبعا الاستهداف الجنرال توفيق لانه رفض طلب المحامي مقرر الهيئة العربي لحضور الجنرال توفيق شاهدا بطلب الجنرال حسن. جمال انا استاذ جمال انا لا اريد ان اتدخل في عمل القضاء، هذا ليس من اختصاصي. طيب. ولا اظن بكل صراحه لا اظن انه الجنرال او القضاء العسكري يستهدف الجنرال توفيق، لانه لو كان يستهدفه لا تم طلب سماعه. ممكن سيطلب لسماع شهادته اذا قوبل الاستئناف وطرح الامر على القضاء من جديد. وانا لست في 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 لا يمكن التعليق والقول ان هناك مجموعات في الحكم تتصارع عبر القضاء، هذا لا يليق ولا يجب. هل هو صحيح ام غير صحيح؟ يجب ان يترك هذا السؤال او يطرح على الحقوقيين. طيب شكرا، نطرحه. نشكرك جزيل الشكر هابت حناشي مدير صحيفه الحياه، نطرحه على حقوق جزائري بارز، رئيس الرابطه الجزائريه لحقوق الانسان سابقا، المحامي الاستاذ بوجمع غاشير. ما رايك استاذ بوجمع غاشير؟ بديهيات في القضاء انه ممنوع منها بتا التعليق على حكم قضائي، هذا مفروغ منها، ليس جديدا، هذا كل حقوق القانوني وكل محامي وكل قاضي وكل مواطن من المفروض ان يعرف ذلك. ولكن يجب ان نسجل بان في الجزائر هناك عده انحرافات، يعني على مستوى النظام القضائي ككل هناك مرافعات محامين، بدل من ان تكون في ساحات القضاء تتم عبر الجرائد، هناك تعاليق على احكام قضائيه، وهناك تسريبات ايضا من جهات معينه على متابعات معينه واسرار تحقيق معينه. يعني الخروقات موجوده في من جميع الاتجاهات. ولكن ما يؤلم انه المكيال بمكيالين. هناك احيانا تقع تجاوزات خطيره ويغض النظر عنها، واحيانا امر بسيط يتابع اشخاص لانهم علقوا على العداله، ولكن بصفه عامه قانونيا فهذا ممنوع ولا يجب التعليق على حكم قضائي. ومن يرفض الحكم القضائي ما عليه إلا أن يقدم الطعن أمام الجهات المختصة حسب الإجراءات المتبعة. وبالتالي من يقول بأن هناك خروقات للقانون، فعلا هناك خروقات للقانون، ومن كل الأطراف، يعني من سواء من جهات القضائية التي تسرب بعض المعلومات أو طيب. من المحامين. لكن أليس فيما يخص الخروقات، أليس مفاجئا أن الجنرال خالد نزار مثلا بدأ مندهشا وغاضبا من
ما اعتبره جريمه قضائيه، يعني كانه والويزة حنون وصحف وشخصيات يعني بنفليس، كانه تاريخ الجزائر القضائي يعني القاعده فيه هي الاحكام العادله، وانه فيما يخص الجنرال حسن فقط استثناء. لا طبعا انا لست ادري ما هي الدوافع التي ادت له سواء بنزار او ببنفليس او غيرهم من التعليق على حكم القضاء، ولكن اكرر فقط ما جاء في القانون، وليس في الجزائر فقط، هذا في كل انحاء العالم، وربما هناك في بريطانيا اني اكبر جريمه يرتكبها الشخص او ترتكبها الصحافه لما تكون ضد العداله، لانه العداله مقدسه، وبالتالي يجب ان تحترم احتراما كبيرا. والان هذه الانحرافات لماذا مثلا تمت بالنسبه للجنرال حسن ولم تتم الاخرين؟ طبعا هذا سؤال مطروح، ولكن اعتقد بان المشكل في العداله الجزائريه هي انها يجب ان تستقل عن السلطات سواء السياسيه او التنفيذيه، وتعمل بحريه، لان كما قلت سابقا لما نجد قاضي تحقيق يصدر امر بالقبض ثم يوقع السكوت التام على المتهم، فطبعا هذه اكبر جريمه من جريمه التعليق بالفليس او جريمه النجار، لانه المواطن كان ينتظر الكثير من هذه القضيه. طيب المواطن في اعتقادك، الكثير صحف جزائريه تنقل عن مخاوف المواطن مع قانون الماليه، مع تراجع اسعار النفط، ومع هذا المشهد السياسي المحتقن، هل الوضع فعلا يخيف؟ أما في المقابل عمار سعداني يقول هذه الدولة المدنية هو الوعد الذي ينتظره الجزائري. يا سيدي، لا أعتقد أنه سعداني يفهم معنى الدولة المدنية، لا أعتقد، لأنه الآن أنا أبحث منذ أكثر من 10 سنوات في الموضوع هذا، وخاصة العلاقة بين في مفهوم الإسلاميين والإسلام العلمانيين إلى آخره، لا أعتقد أنه فاهم بالضبط ما معنى الدولة المدنية. يعني ليس فيها ديارس. ليس فيها ديارس ولا تعين القضاة ولا تتغلغل في كل الدواليب الدولة، هذه هي الدولة المدنية. ولكن أيضا يجب ألا تسب المعارضة ويستمع إلى المعارضة، ولا تصدر أوامر للنواب من أجل التصويت بطريقة معينة، ولا يحق لوزير المالية أن يعدل القانون بعد رفضه من طرف البرلمان، ولا يمكنه إضافة مادة جديدة. هذه كلها أمور أعتقد بأنه بعث الكلام بدون مفهوم محتواه وأبعاده هذا يؤدي لاحتقان. السيدة عسول قدمت خطابا عاقلا ومتوازنا، وهذا هو الذي نتمناه في مستقبل الحركة السياسية الجزائرية. أما أمثال سعداني فبالعكس تماما، أنا أطلب من سعداني ويحيى أن يتركوا الحرية لمناضليهم على مستوى القاعدة، وليسمعوا نحن نعيش مع هؤلاء المناضلين، كلهم غير راضيين على تصرفاتهم، وبالتالي هذه أحزاب مفبركة، وسائل الإعلام هي التي تكبرها، والديارس هو الذي كبرها وأعطاها الأصوات وأعطاها مناصب في البرلمان، وبالتالي الآن يعملون فقط من أجل البقاء. وسعداني أن أرجع للكلام، لأنه ممكن لا أتفق مع السيد هبت حناشي لما يقول بأن سعداني يتكلم بالقرب من الرئيس. هل تعتقدون بأن الرئيس يتخلى عن القضية الفلسطينية؟ هل تعتقدون أن الرئيس يتخلى على قضية الصحراء الغربية؟ وأعتقد أنه أجاب سعداني باستقباله رئيس الجمهورية الصحراوية، وسوف يجيبه في كثير بالتأكيد. ولكنه لم يجيبكم، لم يستقبلكم. أنتم 19، مجموعة 19 ناقص 4. هذا موضوع آخر. هذا موضوع آخر، ربما نتطرق له. الوقت أدركنا أستاذ بوجمع غاشين، ربما نتطرق له في مواعيد لاحقة. نشكرك جزيل الشكر بوجمع غاشين، المحامي الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على حسن المتابعة مني ومن كل فريق البرنامج، أجمل التحايا، إلى اللقاء.